هذا اليوم الدراسي اللي طبعا غادي تطرح فيه مجموعة من الإشكالات ديال البناء في العالم القروي، وكذلك التهيئة والتأهيل والتنمية ديال المجال القروي، تيجي جوابا على يعني المرافعات اللي تيطرحوها رؤساء المجالس المحلية والإقليمية والجهوية من أجل مقاربة جديدة وعقد جديد مع العالم القروي ومصالحة مع تنمية العالم القروي. بطبيعة الحال المدخل الأساسي هو وثائق التعمير، هو إعداد المجال، هي كذلك قوانين التعمير. ومن هذا المنطلق ومن خلال التجربة اللي راكمناها في هذا المجال، نعتبر أن التغطية بوثائق التعمير أصبح حاجة يعني مليحة واستعجالية، كذلك بالنسبه للجهات انه باش يتم التعميم كذلك ديال لي سدون ديال وثائق التهيئه يعني الجهويه، وكذلك اعاده النظر في بعض المقتضيات القانونيه خصوصا ما يتعلق بشرط ديال الهكتار مثلا في العالم القروي للبناء، لانه هو في حد ذاته تيتناقض مع التوجه ديال الدوله في اطار تجميع ديال السكن، باش ما يكونش السكن المشتت وبالتالي إعادة النظر في المساحة الدنيا المخصصة للبناء. مسألة أخرى ترتبط كذلك ب يعني منظومة قانونية خاصة حصرية للمجال القروي والمجال الجبلي اللي ما زالت يعاني من إشكالات على مستوى التجهيز، لا يمكن مقارنتها مع يعني نفس المنظومة القانونية اللي ممكن تكون في المجالات الحضرية أو شبه الحضرية.